يا مؤاخذة يا قبلتكم حقك عليا. معلش تاني مرة ابقى فاتحة. طب تعالي شوف حاجة ساعة طازة على قلبك. ده برضه يا جميل اهون عليك تغرقني. صباح الخير يا معلم. يا صباح النور على البنور. يا مزوق يا ورد في عود والعود استوى. الله انت هتغني يا معلم؟ معاش اللي غنى عليك يا زوبة. طب اديني 3 كيلو بتنجان رومي يا واد. 3 بتنجان رومي من جوه يا خلف. حاضر يا معلم. اخ يا نار من القوطة واللي بينساها القوطة. ليه بس؟ مجنونة وطايشة. خلت أمورة زيك تشتغل ونسوان غفر زي اللي بصطبح بيهم كل يوم ستات بيوت. سمعتك يا معلم. ما قلتلك يا زوبة نتأهل وستاتك وهنانك وجايبلك اللي يخدموكي. والثلاثة اللي عندك يا معلم؟ هدي كل واحدة ورقتها. هو ورق كرومبي يا راجل؟ اوديني يا زوبة ده أنا. بقولك إيه، اوزن القوطة دي وخلي خلف يحط الحاجة هنا على موزن اللحم. من عناية يا زوبة. اهلا 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 بالست زوبة. صباح الخير يا معلم. يا صباح الفل يا صباح الجمال يا احلى غزال. طلباتك يا جميل. 3 كيلو لحم. انا من عناية. لا من بيت الكلاوي. من بيت الكلاوي من بيت الطاعة. انت تؤمر يا جميل. انت بس تقشر. علي النعمة من نعمة ربنا بحسد العجل اللي بتاكلي من لحمتها. اسم الله على مقامك يا معلم. ما يحسد الملل لاصحابه. طول عمرك بنت نكتة يا زوبة. بس عليا النعمة انا مديلك حتة لحمة تستاهل بقك. ألف هنا وشفا يا جميل. تسلم يا معلم. كنت بتخلي يا جميل. تشكر. أيها خدمة يا ست هاني. لفها لي على ما أجيب الخضار. جاتك النوايا والنبي يا اختي لو تفسحي الافندي بتاعك شويه دول بدل الكلب لا يدعي لك. اهلا اهلا بست الكل. اهلا بيك يا جنيدي. امال فين صوره الاستاذ وحيد فهم؟ مش على المجلات دي ليه؟ هما هيحطوا لك صورته كل اسبوع ليه؟ مفيش غيره ياكل عيش. وهي المجلات بيبقى لها طعم من غير صورته؟ طب ايه رايك بقى؟ انا ما بشتريش المجلات دي الا عشانه. على العموم ما تزعليش، عندي ليه صور كتير في مجلتين حيشهم لك. والنبي صحيح وريني. اتفضل. يا زوبة حرام عليك، وفري فلوسك، ده انت بتشقي بالقرش والمجلات دي غالي عليك. مالك انت ومال الفن والممثلين؟ ده عالم تاني ما انتش قده. ولا كونيش يا بنت عاوزه تطلعي في السينما؟ وهم يعني اللي بيطلعوا في السينما احلى مني؟ من جهه الحلاوه مفيش كده، انما بقى البخت نجيبه منين؟ لا معنى للحياه مع الياس يا جنيدي. الله الله، ده انت بقيت بتفهمي في السياسه كمان. ما تعملي لك منبر في المره. وحياتك لا يحصل، وهسميه منبر وجدي وليلى مراد. دم خفيف قوي يا مضروبه. ايد على الحساب يا جميل. ماشي يا حلو. يا جميل انت طعم. ما تعرفش انا بحبك قد ايه. تصدق اللي خلقك انا ما حبيتش الافلام العربي اللي عشانك. اه على فكره انت لما تشوفني هعجبك قوي. اي والله يا عادل لسه ما بتديش في الاكل وسايبه فيا بره تضرب تقلب وعماله تكلمش وحيد بتاعك ده. حالا يا ست 5 دقايق كل حاجه هتكون تلفزيون. عايز ارجع الاقي البيت زي الفل. قشطه. والولاد لما يجوا المدرسه اتحميه وافليهم واحط لهم جاز. الجاز ده تحطيه في شعرك انت. لا والنبي يا ستي، ده انا شعري زي الفل. هتسالي الكوفير بتاعي. كو ايه الكوفير؟ انا مش بروح لاعمل شعري كل يوم جمعه. والله يا عاد عشنا وشفنا شغالين اخر الزمن. بقول لك يا زوجة، لما البي يصحى قولي ان انا رحت التلفزيون عندي تسجيل. من عناد.
على فكره يا سيف، الدعايه اللي حضرتك عملتيها في التلفزيون عن الصراصير حلوه قوي. عجبتك يا زوبه؟ ايه اللي عجبتني؟ دي من كتر ما هي ناجحه الصراصير اول ما يشوفوا حضرتك داخله المطبخ يقولوا لبعض كبسه ويروحوا مستخبيين. جاتك دافي. عارفه لو رجعت ولقيتك ناسيه حاجه ما عملتهاش هعمل فيكي ايه؟ هكسر عقلك. لا مش كده وبس، هقطع لك كل الصور دي. يا لهوي لو نبي يا ست قطعيني انا، انما الصور لا. طب خلاص ما تنسيش تصحي بيه الساعه 10 عشان عندي شغل في الاستوديو، والفطار يكون جاهز. مفهوم؟ مفهوم. باي باي. كله يهون علشانك يا وحوح. سيدي سيدي ما تصحى بقى يا سيدي 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 اصحى بقى يا سيدي. يا لهوي بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي انت فين يا سيدي؟ من الهاتف والداعي؟ انا يا سيدي. اصحى بقى. انت مين؟ انا زوبه. مش عايزين النهارده. اصحى بقى يا سيدي. امال العيال ناموا يا سامية؟ انا مش ستي يا سيدي، انا خدمتك زوبة، والنهار طلع والعيال راحوا المدرسة من بدري. امال البعبع فين؟ راحت التلفزيون. هي مين اللي في التلفزيون؟ ست سامية. وهي ست سامية بعبع يا بنت؟ مش حضرتك اللي بتقول كده يا سيدي؟ الله، انت هتجيبي لي تهمة على الصبح؟ افرض انا بقصد واحدة تاني، تاخديها انت ليه على الست يا زوبة؟ انا قدها ولا قد لسانها اللي زي العقربة؟ معلش يا سيدي انا غلطانة. عاوز انا ما اقولش للست ان انت قلت عليها لسانها زفر وزي العقربه. والنبي يا سيدي. خلاص جهزي لي الفطار واعملي لي كده فنجان قهوه محوج عقبال ما البس. من عينيا الاثنين. تسلم عينيك. واحد اثنين خالتكم حسين، ثلاثة أربعة احنا المطبعة، خمسة ستة، خمسة في ستة بثلاثة نجوم. الله، اما افطار لذيذ بشكل. بالهنا يا بيه. تسلم ايدك يا زوبه. هنا والشفا. يا سلام سلم، وفنجان قهوه محوج بس محوج على الشمال. انا كنت عايزه. عايزة حاجة يا زوبة؟ أنا كنت. إيه يا زوبة؟ عايزة إيه؟ قولي ما تكسفيش. أنا عايزة أشتغل في السيما يا بيه. مش أنتوا بتقولوا عايزين وجوه جديدة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ ده الممثلات مفيش أكتر منهم، دول زي الهم على القلب، إنما الشغالات أنت اللي زيك بقى، هما اللي نادرين. خليك أنت في المحمر والمشمر يا زوبة. والنبي يا بيه، ده أنا نفسي أمثل يا بيه، ده أنا بعرف أعمل كل حاجة. بكنس واغسل وامسح وارقص واغني معي. طب استنى حوريك. انا عارف يا زوبة انت هتقولي لي، انا عارف انك موهوبة وعندك مواهب محترمة، بس فين المنتج اللي يدي الواحدة زيك انت فرصة؟ ما بيجروش غير ورا الاسماء اللامعة. انا لو معايا فلوس يا زوبة، لو معايا فلوس كنت عملتلك فيلم استعراضي يكسر الدنيا. يا ريت يا بيه. كنت عملت منك نجمة فاتنة لامعة نادرة. بيه. نعم. إن كان على الفلوس ما تحملش هم، أنا محوشة قرشين. محوشة كام يعني يا زوبة؟ محوشة 16 جنيه مع الست. 16 جنيه؟ آه. بس يعني يمكن الفيلم يتكلف أكتر من 16 شوية. أكتر من 16؟ تقريباً كده يعني. ولا يهمك يا بيه. خد أنا معايا حلق ذهب أهو. يجيب له النهاردة بتاع 16 كمان. ده أنت فنجرية أوي يا زوبة. يلا بقى. أيوة بس يعني يا زوبة. إيه تاني يا بيه؟ هقول لك. إيه؟ خد. ادي الجنيه وربع اللي حيلتي، وان شاء الله ما رحت للكفير الشهر ده. ايه اتفضل. ظن بقى يعني هيبقى اكبر فيلم. يا بنت شيلي فلوسك ديه، ده الفيلم بيتكلف كذا الف جنيه. يا لهوي كذا الف جنيه؟ يا خساره. استنى يا زوبه ما تيأسيش، مفيش حاجه بعيده على ربنا ابدا. صح والنبي، يعني هيجي يوم كده واشتغل في السيما وابقى زي سميره حسني واشتغل قصاد وحيد فهمي. فيها ايه يعني؟ وانت قال لي يعني من نفيسه جرب ولا جاكلين برعي؟ وهم بيعكوا دلوقتي منتجات وبيلعبوا بالفلوس لعب، وما عندهمش المواهب اللي عندك. انت موهوبه ومواهب ما حصلتش. والنبي وهم ماشيين بيعرفكوا ومعاهم فلوس. انا اذنك بقى لحسن انا اتاخرت دلوقتي عن الشغل. هيسمع من بقك ربنا يا بيه. الجنيه وربع يا بيه. يا بيه مش حاجتك يا بيه، الجنيه وربع.
من عينيا الاثنين. بكره اعمل لك صينيه قرع، بس يلا اطلعوا غيروا هدومكم عشان تتغدوا. قبل ما نتغدى لازم تقلدي لنا الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات، بس بشرط اوعى حد يقول لماما لا تبهدلني. ما تخافيش يا زوب. طب يلا غيروا هدومكم على ما اخلص. ايه يا منال ده حضرتك؟ ولا مسرح سواريه ولا سينما ولا استديو. باي باي بقى يا حبايبي.
ماما زمانها جاية جاية بعد شوية ودي ليها مفاجآت ماما زمانها جاية جاية بعد شوية ودي ليها مفاجآت ما شاء الله تعالي هنا مصيرة الرقم ايه اللي انت عاملاه نفسك ده؟ سايبه البيت مقلب وعماله تغني للولاد معلش والنبي يا ست حقك عليا انت مالكيش وقعدتي البيت ده خالص اروح فين يا ست ده انا ماليش غيرك معرفش امشي من هنا امشي من هنا كلي دي يا حبيبتي الميه يا دوبة غوري من قدام انا مش طايقه اشوف وشك بعد اللي عملتيه ده مش كده يا ساميه حلمك عليها شويه البنت نفعانه ومن غيرها حلوص ده طبخها الواحد بياكل صبع وراه وانتوا يا مؤاخذه ميع ما بتعرفيش تسلقي بيضه فرحات مش هي دي الحقيقه لا والادهى من كده كمان ان ماما عايزه تطردها يا بابا وتهون عليك يا ساميه ما فكرتيش بعد ما تخرج من عندنا هتروح فين والبنت يتيمه ملهاش حد واحنا مربينها من صغرها يعني سيبها قلبان البيت ولما العيال وعماله تغني لهم وايه يعني يا ستي بنت غاوي ومفيش حاجه لما تلعب العيال وتقعد تلعبهم يعني فيها ايه مش احسن ما تعمل حاجه وحشه محدش مريح على كلامك ده عشان خاطر يا سامي راضيها بكلمه حلوه حاضر تعالي اللي تشكك مع ميع تشيل السفر دي كلمه حلوه مع ميع يعني ايه يا بابا جمع معمع ومعمع يعني ايه يا بابا معمع يعني مشتقه من معمع والله ما احنا فاهمين حال ولا انا فاهم انا كمان يا امك بتقول حاجه تتفهم انس يا ست الانس تعالي يا حلوه عليا تعالي عايز ايه انا عايز احس باني صحيح الجنه حلالي طب ونشوف البعبع جاي راح اتحدح على الاخر حي مالك ويسكي تشرب ويسكي اشرب ويسكي والشاي لو عايزه ده انا حبيبتي كسبت الجايزه جايزه ايه قلبك يا حياتي هو انا كنت احلم ما تتحركش يا طبي المطر يوم قمضي على قسيمه مكتوب فيها حنفي ويا نايمه يا حنفي ويا نايمه خايفه ما تتحركي يا بنت لما غريبة صحيح يا اخواتك ده انا لو ميت واحد خرجي مني مش رح اسيبك ده انت مراتي ده انت مراتي مراتي يا مراتي مراتي سكر قوي وانت بتتكلم ما تتحرك يا بنت انت بشوف الحتة دي بس يا سيدي انت هتنكشح من قدامي ولا هو ملطشني وانا لا روح هفرق سوبيا يا سامي حرام عليك سيبيها تتفرج شوية دي شايلة طول النهار ايه ده بس تعالي يا حلوه تعالي عشان تنبسطوا يا وعلى كل قوي سلام مش هتقوم تنام لا انا هاكل فول حراتي خلاص خليك قاعد عد النجوم اعد النجوم اعد الشجر سيبيني في حالي يا ساتر يا رب يا مول بابا موجود؟ ايوه في اوضه المكتب اتفضل اشربيها انت يا شباب نعم قصدي سيبيها يعني خلاص اخرج انت بقى حاضر اخرج انت خلاص مادام السيناريو عجبك نبتدي التصوير الجمعه الجايه ان شاء الله هو بيني وبينك انا ما فهمتوش بس يمشي على كل حال قاعدك بعد التصوير هفهمك الموضوع ارجوك بس تفتكر مين يلعب دور ايهاب هي دور ده محيرني لحد دلوقتي مش عارف اديه لمين
انا شخصيا شايف فيه سميرة حسني بنت دي دلوقتي عليها العين وبعدين بقت نجمة فراندا. قصدك نجمة شباك؟ مفيش حاجة اسمها نجمة فراندا. انا شباك هي فراندا عشان كبيرة. لا مفيش فراندا. انا بعدين هفهمك ارجوك. يبقى شوف سعاد حسني. مشغولة نادية لطفي؟ مشغولة برضه. هو دور البطلة صعب قوي قوي. خلاص يبقى اتكل على الله وهات عدوية. ما ينفعش عدوية. آه بس عدوية ده راجل دور واحدة ست. يمشي حد واخد باله؟ لا مش حكاية مش واخد باله. ليه؟ انا بعدين هفهمك ارجوك. انا برتاح في الشغل معاك قوي عشان انت المخرج الوحيد اللي بتفهمني ومش هتلاقي حد يشغلك غيري. الله يكرمك. والان نقدم لكم الراقصة المشهورة نجمة المطبخ والسينما والتلفزيون حبيبة الملك. ما شاء الله ما شاء الله. بريئة والنبي يا بيه بريئة. ايه يا بنت المواهب دي كلها؟ صح يا بيه والنبي انا موهوبة. الا موهوبة ده انت موهوبة من كل حتة. جبت المواهب دي منين يا بنت؟ جبت المواهب دي منين يا بنت؟ كانت مدفونة يا بيه. من النهاردة لازم تظهر على وش الدنيا. يعني هتطلعني في السيما يا بيه؟ اه طبعا بس لازم الاول بقى امتحن مواهبك. اتفضل يا بيه امتحن. اه طبعا همتحن. انا معقول اشوف المواهب دي كلها وما امتحنهاش؟ اتفضل يا بيه. انا همتحنك بقى في مشهد عاطفي غرامي ملتهب. لا غرامي يا لهوي. يا خراشي يا فرحات يا خراشي. همتحنها ازاي دي بس؟ تعالى يا بنت وريني مواهبك يا بنت. سنتي مالها؟ بتوجعني. شوف لي اي علاج حالا. فين؟ فين فين فين؟ انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا. اه صحيح افتحي بقك. يا ساتر انا مش شايف قدامي غير صفين لولي. لا ارجوك شوف لي اي علاج حالا سنتي بتوجعني. اصل انا مش حكيم اسنان. ايه امال حكيم ايه حضرتك؟ بيطري. بيطري؟ لا 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 قصدي حكيم النجوم بخرج افلام بعمل نجوم الفيلم الخام. حكيم النجوم بخرج افلام بعمل نجوم الفيلم الخام. اعرف مواهبك تلمع فين ده انا اشتهر على يد ميتين. هطلعك بينهم وحشرك عنهم. اسمع يا فرفور انا اعرف اني ببشك قوي في اللبس حتى لما بلبس حاجة وحشة. عشان ما تثبتي ده باساس تفرجيني يا بنت الناس. وبتجي من فين؟ ما
ما تعرفيش اني هخرج كل افلامك وبين ايديك هكون بالكاميرا خدامك. بتقول خدامي حضرتك؟ طيب اقرا سيدي ورسيني عليه اللي مكتوب فيه يتمثل معرفش احكي. بتحب بايه؟ بس استني انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى كتفي. اعتبري خلاص انت البطلة جنبك انا حلزق طوالي. تلزق كده ليه؟ عايز اعرف اللقطة ازاي تعمليها لي كده هو ما عرفش. ما تعرفش ازاي؟ طب ما تعبطش. والله عادي يا ست فرحات، اصل مفيش مسخره اكتر من كده. والله عادي بتستخفيني مع شغاله عندي وفين دي بنتي؟ لا 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 دي 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 دي, دي مش شغاله، دي بنت صغيره بنربيها. عشان كده كبرت فيك التربيه يا صفت الرقبه. لو النبي يا ستي ده كان بيعلمني التمثيل. ايوه فعلا انا كنت بعلمها التمثيل. انت تخلص خالص، انت هتلقطني انا. ايوه حاضر. وانت اتفضلي اقلعي المسخره اللي انت لابساها دي ولمي هدومك مش عارف اشوف وشك كده تاني. يلا اتفضلي من هدومك ومن هنا ومن هنا تاني. بلاش من ربنا وانتم. انت تسكت خالص، انت سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. انا؟ ايوه حاضر اتفضلي. انا اوتك بقول لك امشي بره بره. ضعنا في الامتحان الذي لا يكرم المخرج فيه ويهان. مانيش يستاهل اللي مقعدك لوحدك في ساعه زي دي. اعمل ايه؟ مش لاقي حته اتوى فيها. انت منين؟ انا ما اعرفش انا منين. انا مقطوعه من شجره وكنت بشتغل عند ناس وطردوني. طب تعالي 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 ما تخافيش اركبي معايا. امال طردوكي ليه؟ ما عملتش حاجه استهان. لازم سرقتي حاجه. لو النبي يا ست انا مش حراميه. طب بس 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 انا عندي ليكي شغلانه كويسه. انا عندي شقق مفروشه هشغلك في واحده منها. ربنا يستر عرضك. بس خلي بالك من البيت. من عينيا الاثنين. او نايت او نايت او نايت. Thank you.
تاني مرة. برافو برافو حلو. برافو برافو حلو. شو ما في تلج؟ ولك بيجي تلج. ها هاتوا زوبة تلج زوبة. لا 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 تعالي شو هذا شريف؟ يا جبت سكرتيرة جديدة. حرام عليك دي بنت غلبانة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. يوكت كن نواي. شكرا زوم. شو زمين الحال؟ على فين يا ستة؟ اديله خبر بس ما يحكمش. حماد اللي بتحبك يا بنت. ايه البلاوي اللي انت جايبها دي؟ لا دي بنت غلبانة. تعال اما احكي لك حكايات. تعال. حبة تال ده زوبة ها؟ تعال. ينيلك. انت لحقت تفوق؟ هطالع حلوين شوية هدايا تذكارية كده بس عشان تفتكروني. جميلة قوي ميرسي قوي يا شوشو. مبروك خلي يبارك فيك. جميلة قوي. اتفضلي حالي. جميلة جدا شوية حلو. ذوقك بيزن. انت اللي بتجنني يا مرة. انت بقى زوزة قطر عشان لما تقوم الصبح. جميلة قوي تسلم ايدك يا حب. مع السلامة. وش تطلع دوران. باي باي باي. زوبة اتكلم يا زوبة. انا لك يا بنت كنت مش معقول لك كده صح عليها كتير تراب مش معقول كده. ايه ده بقى بتسموا النظافة وسخ؟ امال اللي انتوا بتهببوه ده اسمه ايه؟ مايا زوبة. ايه يا بنت اللي انت عاملاه ده؟ ايه يا سيدي؟ الاكل العظيم ده. ده بس من اصلك يا سيدي. ده انت عليك طبيخ اطعم من اي اكل دقته في حياتي. على قد ما اعرف. لا بقول لك ايه؟ من هنا رايح اعتبر نفسك مسؤول عن البيت ده تماما. اكليني اي حاجه انت عايزاها. حكم انا ما استطعمش الا الحاجات الهايفه اللي كانت المرحومه امي بتاكلها لي وتخمني فيها. بالهنا والشفا يا سيدي. التلج يا زوبة. التلج ايه يا سيدي؟ انت لحقت تفوق اللبن اهو. لا كفايه لبن يا زوبة تعبت اقصد زهقت. اشرب اللبن عشان تشد حيلك. ها زوبة. نعم. لو اي حد جه او سال عني انا النهارده اجازه يعني لهم سافر. يسلم فمك عملت طيب والنبي يا سيدي. ايوه كده انتبه لصحتك. انا صحتي زي البوم بس النهارده واخد اجازه. لا مؤاخذه يا بيه هو حضرتك بتشتغل ايه؟ ليه؟ عندك شغلانه ليه؟ استغفر الله يا بيه. امال بتسالي السؤال ده ليه يا زوم؟ اصل مستخسره فلوس حضرتك كده بتروح يعني. يا ريتها يا ست تضيع. مش احسن ما اموت واسيبهم. ما جه الشر عنك يا سيدي يحميك لشبابك. تعرف يا زوبة أنا عندي 3 عمارات وعندي فلوس زي الرز ولا عندي ولد ولا بنت ولا أم ولا أب. صور السيفل لي أب وأنا ماليش. ده مش لازم أصرف وأتمتع وأهيص قبل ما أتكل وأسيبهم. بعد الشر عليك يا بيه ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تملى عليك البيت عيال. بنت الحلال منين يا زوبة؟ اللي بيجوني هنا عقدوني من الجواز. أقول لك التلج يا زوبة. مسكين.
عنك. مين يجيب لي التلج بعدك يا زوبه؟ انا خارج خلاص. الفيلم بيتكلف كذا الف جنيه، يا ريت معايا فلوس يا زوبه كنت عملتلك فيلم استعراضي يكسر الدنيا. سيدي شريف، انا خدت الفلوس اللي كانوا تحت التواليت دول سالف،
وهرجعهم لك على طول. انا هعمل بيهم مشروع، واول المشروع ما ينجح هرجعهم لك وزياده شويه. ولازم تعرف حاجه، انا مش حراميه كده. كويس. اللندة خدمتك زوبة. السلام عليكم. كده نبقى خلصنا ضميرنا وكمان مش حرامية. اللي جابك يا بنت؟ الست لو شافتك هتبهدل الدنيا. ما تخافش يا بيه. لا ما اخافش ايه؟ اعملي معروف، انا ما اقدرش ارجعك الشغل تاني. شغل ايه يابا؟ ده انا اللي هشغلك. الله. انت اللي شغليني؟ ايوه. هتشغليني ايه بقى يا ست زوبه؟ سفراجي ولا مرمطون؟ عايزك تعمل لي فيلم على حسابي. واعمله بايه يا بنت؟ بفلوسي. برضه مش فاهم حاجه. اتفضل. رحمة يا رب رحمة. بنت يا زوبة قولي الحقيقة، انت جبتيهم منين؟ انت ورثت ونسيس ولا سرقت البنك الاهلي؟ فشل، انا مش حرامية، انا ورثاهم. ورثتيهم منين بقى يا زوبة هانم؟ من عمي اللي كان في البرتغال. في البرتغال؟ وده كان بيشتغل ايه؟ كان بيبيع برتغال. كان بيبيع برتغال وساب لك دول. امال لو كان بيبيع بطيخ كان ساب لك ايه؟ شوف بقى. المهم انا عايزاك تعمل لي فيلم توري الناس دي كلها مواهبي. انت مش كنت بتقول محتاج للفلوس؟ الفلوس اهي، مستني ايه بقى؟ زوبة انا هعمل لك فيلم يكسر الدنيا. شوف يا زوبة هانم، بس انا بقى ليا شرط. اشرطي. اول فيلم يكون البطل فيه وحيد فهمي. ان شاء الله حتى تطلبي انطون كوين هجيبهولك. لا، خلي الواد انطون ده الفيلم التاني. خلاص، بس احنا بس يعني ندور على القصه اللي هتظهر مواهبك ونعمل السيناريو، تكون انت بقى اتعلمتي الموسيقى والرقص وعرفتي تلبسي ونبتدي تصوير على طول. بس ايه بقى؟ انا عايزه امثل وغني وارقص وهد الدنيا. بفلوسك اعملي كل اللي يعجبك، ان شاء الله حتى تعملي عجين الفلاحه. وقد تمت المعاينه ورفع البصمات من على الشنطه. اقفل المحضر. اطمئن يا استاذ شريف، باذن الله هنتحرى عنها بكل دقه وهنقبض عليها قبل ما تتصرف في الفلوس. متشكر يا فندم. لو سمحت امضيتك. شكرا. متشكر ليك. متشكر. التلج يا زوق. الله يخرب بيتك يا زوبة. بالشوكة والسكينة. الورقة اهو، امسحي ايدك. ايدك. انت هتفتحي بطيخه؟ انا مش عايزه اكل اللحمه، انا هاكل المكرونه. كل اللحمه الاول بالشوكه والسكينه. مش عايزه اللحمه، انا عايزه المكرونه. بونجور يعني ايه؟ صباح الخير. عظيم. ها؟ طب وبونوي؟ بونوي؟ ها؟
يعني ايه؟ العواف. عواف؟ في في الفرنساوي العواف. في الفرنساوي عواف يا بيه. خدتكم بالعافية، خدتكم بالعافية. معلش يا مسيح، معلش. معلش. تنسي انك كنت شغالة، والمطبخ والغسيل والمسح والكنس دول ما تجيبيش سيرتهم خالص. حاضر يا اسطى. مفيش يا اسطى، واخدة بالك؟ انت دلوقتي نجمة كبيرة، اسمك سلوى فريد، اللي بكرة هيلمع في سماء الشهرة والمجد. اسمك ايه؟ وحيد فريد. وحيد فريد؟ وحيد فريد ده مصور كبير وحاجج. اسمك سلوى فريد. اسمك ايه؟ سلوى فريد. عظيم. هوايتك ركوب الخيل والسباحة واليوجا. هوايتك ايه؟ ركوب الخيل. ها. والسباحة. ها. والانشوجة. انشوجة؟ معلش يا بنت، معلش يا فندم. يا زوبة، يا زوبة انسي المطبخ بقى. خلاص. اليوجا الايه؟ اليوجا. ايوه اليوجا. انت كمان عضوة في نادي الجزيرة. ما شاء الله. امك تيزا عيشة هانم لزغري. جدك سلطان باشا اللي فتح عكا. جدك عمل ايه؟ عجة. عكا عكا، ما تفضحناش، بلاش تفاصل. جدك فتح ايه؟ عكا. برافو. اهم حاجة بقى بعد كده تخلي كلامك مزوق، يعني تقولي ايه؟ ربما، حيثما، ولذلك، اطلاقا، وتكتري من اطلاقا ده. طب الكلام ده اقوله كده من غير مناسبة؟ من غير مناسبة. امال هيعرفوا ان انت مثقفة منين؟ اطلاقا. كويس اوي، تعالي. بس احتمال لو حصل انه نط من البلكونه. لا يا مجنون. انسه سلوى. ايه ده؟ انت هنا يا مدام؟ ازيك؟ والله عالي يا زمن ولسه. استاذ وحيد، نخش بقى في الموضوع. طب سعادتك خش وبقى اندهني. لا لا لا، عايزين نتكلم هنا في السيناريو ونحدد الشخصيات عشان نبدا التصوير وندبه في كام يوم. ندب؟ احنا هنبتدي التصوير في استوديو نحاس بالاستعراض ان شاء الله. وماله ندبه في نحاس. على فكره في دور ثانوي صعب جدا، يا ترى مين هيعمله؟ دور ايه؟ الشغاله. انا بقول ان حضرتك احسن واحده تعملي الدور ده، اصله محتاج لممثله قديره زي انا. ألعب دور شغالة فيلم من إخراج جوزي كمان؟ دي إهانة. وماله يا حبيبتي؟ ده تمثيل. ثم هما الشغالين كفروا، ده من غيرهم بطلوسوا وما تعرفوش تروحوا شغلكم. عن إذنكم. الله، هي المدام زعلانة ليه؟ سيبوها على راحتها. ولو إن يعني دور الشغالة ده دور مهم وهادف وهياخد عطف الجمهور. خلاص يا إخواننا، مدام كلنا جاهزين، نتكل على الله ونبتدي التصوير يوم السبت اللي فات. معقول اللي فات انت راخر؟ سبت ايه اللي فات انت راخر؟ تتخرب في جهلك. يا اختي اللهم صلي على النبي. يا اموره يا ست الكل، يا اللي هتمسحيهم كده مسح ان شاء الله، وفيلمك ده هينجح نجاح ان شاء الله. ما تخلي يا حبيبتي. انت عارفه سميرة حسني؟ مالها؟ انت احلى منها 100 مره، وضفرك برقبتها كمان. صحيح والنبي؟ الا صحيح، كل دول طالعين من تحت ايدي وحياتك. امال ايه؟ انا الوحيده اللي عارفه الزير وغطاه. اما خليتهم يبيعوا ترمس، اما خليتهم يقشروا دوره، ما بقاش انا نعيمه مراد. تصدقي بالله يا ست سلوى؟ لا اله الا الله. انت عليكي جسم يهبل زي سميرة حسني كده.
سميرة حسني ده ايه؟ ده انت قمر ما شاء الله. هو هي فيها جسم ولا فيها شكل؟ اسكتي اسكتي، ايديا دول اللي بيحطوا لها الحشوة في الفساتين. خشي ياخد عدوك يا أميرة يا بنت القمر، ينجحك في كل مشهد ويكتب لك في كل لقطة سلامة. يا أميرة يا بنت القصور. ولع 17. سكوت سكوت. الاستعراض الأول لأول مرة. كلاكيت اتفضل. أكشن. الاستعراض الأول أول مرة. برافو 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 برافو. حاجة هايلة، حاجة عظيمة. ايه ده يا بنت يا زوبة؟ قصدي ايه ده يا سلمى؟ انت اثبتتي انك فنانة عظيمة. استاذ فرحات احييك من قلبي. شكرا. انت اهديت السينما بطلة كلها نشاط، كلها حيوية. شكرا. كلها هو انا عملت حاجة؟ البركة في الاستاذ فرحات حضرتك طبعا. شكرا. انا ما عملتش حاجة. انا اشتغلت مع بطلات كتير. اشتغلت مع اليزابيث تايلور، ماريتا تورشي. تورشي؟ في نجمة سينما اسمها تورشي؟ لا، الفيلم اللي عملناه السنة اللي فاتت في الملاحات. انا ما عملتش افلام في الملاحات. مش انت؟ المهم، المناسبة السعيدة دي بمناسبة بطلتنا الجديدة العظيمة، انا عازمكم النهاردة على العشاء. شكرا. تحية لسلوى هانم، وتحية لفيلمنا الكبير الاستعراضي اللي بنعمله دلوقتي. شكرا. بس ما قلتليش اسمه ايه؟ بعدين هبقى احكي لك موضوعه ومين.
تصبح على خير يا حبيبي. وانت من اهله هتسيبيني خلاص؟ اعمل ايه؟ عندي غسيل عندي تصوير الصبح بدري. تصبح على خير. وانت من اهله. معلش يا روحي تولتيني. تصبح على خير. يعني ايه زلزال وجوه؟ جوه. فين؟ في اوضه المكياج. الله، هي سلسلتك ولا ايه؟ قريت؟ اتفضلوا يا اساتذه، جاهزين؟ اتفضل يا استاذ. ايه ده؟ ده الاستاذ وحيد جايب الحلويات دي بمناسبه نجاح الانسه سلوى. بمناسبه نجاح الانسه سلوى ولا بمناسبه المناسبه؟ حطها. حاضر يا فندم. محدش هياكل منها. برا. حاضر. كلاكيت. ما تصحنيش ما تصحنيش، اديني كتفك عليه امان، كتفك لخدي مخدريش، صحينا عيني فوقها منام. ما تصحنيش ما تصحنيش، اديني كتفك عليه انام، كتفك لخدي مخدريش، صحينا عيني ست هانم. انا بقول استوب من الصبح. استوب الصبح. انتوا ايه واخدينها جد؟ احنا بنمثل. بالعكس يا استاذ فرحات، دي اول مره في حياتي ايوه احس بالحب الحقيقي.
عشان كده انا ناوي اتجرأ واستاذ اطلب ايد الانسه سلوى. يا ترى يا ترى هتوافق ولا لا؟ انا وافق. ده ونص استنوا بس اما نخلص الشغل وبعدين نبقى احبه. جاهزين؟ جاهزين. هنبتدي من الاول. اكشن. تلقى يا زكية. من فضلك. هاي فيلم نجمة الموسم بيصوروا فيه دلوقتي؟ اه جوه. والبطلة موجودة؟ موجودة جوه. طب هي فين دلوقتي؟ جوه في بلاتو. انا شفتك قبل كده في السين. ممكن تورينا هي فين بالظبط؟ اتفضل. استاذ محمد الكحلاوي. لا مش في دول. عذراء سمراء ممشوقة الأد لم يسبق ليها جواز من حد. ترغب في عريس تحت التأسيس مقطوع من شجرة وملهوش حد. يا كبد يا وحيد أهي دي اللي مناسباني بجد. مين؟ أنا وحيد اسمي وحيد. أنا وحيد اسمي وحيد بالوحدانية الجوانية الوجدانية العاطفية بنافس الأستاذ فريد. تتجوزيني يا اسمك ايه؟ مؤهلاتك هي ايه؟ من ناحية الاخلاق مفيش اهل الحقيقة مربونيش. من ناحية الاخلاق مفيش اهل الحقيقة مربونيش. ما كانوش عليا مركزين بين البنات وبين البنين. ما كانوش عليا مركزين بين البنات وبين البنين. اخواتي 44 فيربوا مين بقى ولا مين. وهكذا شبت وحيد. وهكذا شبت وحيد. ها ما نعتلكش يا سي وحيد. أرملة سنها 25 ميسورة ولها 5 فدادين ومعاش وإيراد وعلى استعداد تتجوز عازب في 30. أهو برضو نشوف دي تطلع مين. مين؟ أنا وحيد اسمي وحيد. أنا وحيد اسمي وحيد بنافس الأستاذ فريد. تتجوزيني
هتتجوزيني يا شابة ياسمك ايه؟ مؤهلاتك تبقى ايه؟ انا في الوجاهة شكلي بيه وعندي مليون جنيه. انا في الوجاهة شكلي بيه وعندي مليون جنيه وباني من كتر الفراغ وعندي تفريخ في الدماغ وباني من كتر الفراغ وعندي تفريغ في الدماغ وقلبي خالي من زمان خرمي قد القرش الساغ بيخر حب على ما فيش وبقيت مانيش عارف اعيش ومانيش سعيد منا وحيد السم ياسي وحيد شجراء ويتيمة وليها ظروف منعنها وليها ظروف منعنها يتيم أنا وحيد اسمي وحيد أنا وحيد اسمي وحيد بنافس الأستاذ فرج تتجوزيني يا شابة ياسمك ايه؟ ومؤهلتك ايه؟ الصحة عال الصحة عال الصحة عال الصحة عال الصحة عال والأشياء عال ونفسي في بنت الحلال اللي تجيب صربة عيال صربة عيال صربة عيال يا بوي يا بوي يا بوي صربة عيال صربة عيال دي صعبانة من عاليمين عاليمين وتمانية صب يا نعشمال عشمال دي صعبانة هنا عاليمين عاليمين وتمانية صب يا نعشمال عشمال اخر رضا واخر جمال اخر جمال وان شاء الله نبقى شحاتين اهي برضو عزي وباي حال وباي حال خلوا تعدادي اعدادي يزيد وانا وحيد اسمي وحيد فين انت يا ابني وفين فريق معقول حسبك ساعتك اتفاجئ يا زوبة استوب ايه يا بابا عليها رايح فين انت هو يا استاذ احنا بنصور يا عالم بنصور احنا متاسفين يا استاذ فرحات بس ما كناش نتصور ان البطله بتاعتكم هي الحراميه الخطيره اللي سرقت فلوس الاستاذ شريف استوب زوبة حراميه انا غرب شريف والله يا بيه انا ما سرقتش حاجه انا خدت الفلوس دي سلف قلت هعمل الفيلم وبعدين هرجعها للاستاذ شريف تاني وتقول لي عمك بتاع البرتقال بقى بنت مفعوصه زيك تسرق الفلوس دي كلها مش مهم الفلوس المهم قلبي اللي اتسرق اهو ده موضوع فيلم جديد لازم تعمله يا استاذ فرحان اتفضلي يا هانم قدامي اتفضلي قلبي سرقت قلبي كمان يا استاذ فرحات معلش سلامه قلبك حد يصدق ان ده يحصل زي ما بيحصل في الافلام احنا حياتنا كده بالظبط لا حول الله يا رب هو ده اللي حصل الفيلم اللي حضرتك اخرجته لي السنه اللي فاتت وخدنا فيه جوائز في المهرجان فاكره فيلم ايه العذاب فوق قفاه يبتسم ده خدنا فيه جوائز في المهرجان انا وانت انا وانت لا ده لازم اتنين غيرنا انا مش حراميه انا سجلت الاستاذ شريف على الريكوردر وقلت له اني واخدهم سلف واول الفيلم ما يتعرض وينجح هرجع له فلوسه قد كده كنت متاكده من نجاح الفيلم انا كان قصدي اظهر مواهبي المدفونه اللي ما حدش عايز يعترف بيها لمجرد اني شغاله هي الشغاله مش من حقها تكون موهوبه مش من حقها تاخد فرصتها محكمه زوبة
بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 6607 لسنة 1982 حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة زوبة عبد السميع بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ مع مصادرة جميع المبالغ المتبقية لدى المخرج الأستاذ فرحات درويش وإعادتها إلى الأستاذ شريف عبد الرحمن، وكذلك التحفظ على جميع الأشرطة السالبة والموجبة التي استخدمت في الفيلم وتسليمها للأستاذ شريف عبد الرحمن، حيث أن تصنيعها تم من أمواله المسروقة. رفعت الجلسة. ترى يا استاذ وحيد هتستنى العروسه لحد ما تقضي مده السجن ولا هتقضي شهر العسل انت في السجن؟ معقوله يا استاذ فرحات؟ ده انا نجم شباك، اتجوز صحيفه ثوابي، اوشي وري من الناس فين؟ فرحات. نعم يب. انا متاسفه قوي يا سيدي، كان قصدي شريف والله، انا مش حراميه. شد حيلك يا زوبة. شد على الله يا أستاذ فرحات. خدي عشان تجيب عيش وحلاوة. فرحات. طيب هات. بالرغم من إنك أول واحدة تضحك عليا، إنما معلش أنا قلبي طيب، كل يوم هبعت لك عشا مخصوص من المديريان. ليه تعملي فيا كده؟ ليه تخدعيني؟ ليه تضحكي على قلبي اللي أول مرة في حياته يحس بالحب؟ منك لله، منك لله. يا بابا دي من فين؟ ايه يا بابا؟ أحسن. مش دي صورة البيت اللي كانت بتعدي من هنا كل يوم؟ دي زبونتي وكنت هتجوزها، إنما أعمل إيه؟ عندها تطلعات. أو يا سيما يا سيدي. وسيتم ترحيلها اليوم إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية. القناطر؟ ايوه. هم هيسجنوها ولا هيفسحوها؟ اللي زي دي لازم يخرطوها طرنشات، ما دام حراميه كده وايدها طويله. بقى انا بعد ما كنت بلبس فطاحل الممثلات يجي عليا اليوم والبس جربوعه زي دي؟ دي جريمه لا تغتفر. يا سلام، انا قبل ما اعمل عقد اي فيلم جديد لازم اجيب البطله واعمل لها فيش وتشبيه. مسكينه يا زوبه، كان عليها الفن. تستاهل، حد قال لها تسرق؟ قدام يا بنت تحت السيما. ابتدي من دلوقتي انت هتدينا دروس في الجغرافيا؟ ممكن اعرف احنا رايحين فين؟ نتمشى على الكورنيش. ارجوك انا مش ناقصه تريقه. مقبوله منك المره دي، بس عشان لسه جايه جديده، انما بعد كده عينك ما هتشوف الا النور. لازم تعرفي انك في عهده تسويش نبويه، اللي ما تعرفش ياما ارحميني. مفهوم يا بنت؟ مفهوم. انا هلقحك في عنبر 14، احلى عنبر عندنا، وان سقتي العوج هرميكي في عنبر البؤساء قدامي. مرحبا يا روح. مرحبا. سمعت عن عيشة دراكولا يا عروسة؟ لا. ولا عن بدرية فتى عينك تاكل ملبن؟ لا. تبي لسه خام وداخلة في المقدر جديد. معاكي ممنوعات؟ لا. ولا سجاير؟ لا. ايه حلاوتك؟ وايه بقى سبب تشريفك هنا؟ أزمة مساكن. واسمك ايه يا شابة؟ زوبة. دي البنت بتاعت السيما اللي اسمها الفني سلوى فريد. كان. وازاي فريد شوقي يا حبيبتي؟ بيسلم عليكي. ومحمود المنير. تعال. ما تقلدي لي يا بنت فتح حمامي. ارجوكوا سيبوني في حالي. يا حبيبتي يا حبيبتي ما تشيليش الهم كده وتنخليه. ده انت لو سمعتي كل قصة واحدة فينا هتبوسي ايدك وشي وضهر. زفوا عرستنا الجديدة يا ولاد. يعني عاجبكم التقطيم ده؟ ولا يهمك يا حبيبتي. قال صح كنت هتتجوزي وحيد فهمي؟ ايوه بس مفيش نصيب. خلاص يا بنت غذيه واتجوزي فريد شوقي. طلب ايدي وقلت له سيبني افكر. فكري يا حبيبتي على كيفك
ولو كان شريكي هيستناكي لما تخرجي من السجن. يعني هتخرج من الجامعة. بقول لكم ايه، ممكن تسيبوني ارتاح شوية؟ ارتاحي يا حبيبتي، ولو جالك وحيد فهمي في المنام خليه يجينا يسلينا شوية. تحبي تنامي في الروح؟ لا انا هنام هنا. اتفضلي يا حبيبتي. ادي يا شريف بيه كل اللي صورناه في الفيلم، وتقدر سيادتك تستلمه على يد المحضر. طب وده يعني ينفع يتعرض بالشكل ده؟ بالطبع لا، بس انا عبد المأمور، النيابه قالت نسلمك الفيلم وانا بسلمه لك. طب وانا هعمل بيه ايه؟ هقصقصه منظر منظر واقعد اتفرج عليه؟ يا خساره، كان حقنا كان مناه وكان اتعرض، كان لم بفلوسه وانت كسبت قرشين. ده يعتبر اعظم فيلم استعراضي في السينما المصريه والاسيويه والافريقيه. كده كده. طب ما ممكن بقى تكمل الفيلم على حسابي ما دام واثق من نجاحه بالشكل ده، وانت طبعا استاذ عظيم، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا، بس يعني نجيب زوبه منين؟ دي مسجونه. انا لقيت الحل اللي يخلي زوبه تكمل الفيلم. ازاي؟ هناخد اذن من النائب العام بالسماح لزوبه لتكمله الفيلم. تفتكر انهم هيوافقوا على الطلب ده؟ احنا مش هنطلب مستحيل، احنا حفاظا على فلوس الاستاذ شريف هنستسمحهم ان يخرجوها ساعتين ثلاثه كل يوم تحت حراستهم لحد الفيلم ما يخلص. والله فكره يا استاذ سعد، يا ريت تكمل لنا الموضوع ده، لان يعني احسن بدل ما نهد الديكورات على الفاضي اللي تكلفت شيء الفلاني، وبكده ننقذ فلوس الراجل. الف مبروك يا استاذ شريف، هموافقوا على كل طلباتك. اه دلوقتي تقدر تطمن على فلوسك. أيوة. وانا ان شاء الله هشتغل لك في الفيلم بايديا واسناني لحد ما يخلص. ربنا يقوي باذن الله. تمام يا فندم. اسمعي يا زوبة، انت هتخرجي دلوقتي مع الشاويش من خيمر لغايه الاستوديو عشان تكملي بقيه تصوير الفيلم. وانت التصريح اهو، وما تفرقهاش دقيقة واحدة لغاية ما ترجعوا تاني. حاضر يا فندم. اتفضلي. انت صحيح هتشخصي في السينما يا بنتي يا زوبة زي فتحية كاريوكا؟ ايوه يا شاويش مخيمر. وايش عرفك بالتشخيص؟ اصلي جاوية. وانا ما ينفعش امثل؟ لا ما تنفعش. وما ينفعش ليه؟ أهلاً أهلاً, أهلاً, اهلا اهلا يا زوبه. اهلا، نورت الاستوديو. منور بوجودك. والله كان مضل من غيرك، انا بعتلك شويه رنجه وشويه حلاوه طحينيه. وصلوا يا بيه. طب يلا يا زوبة عشان تلحقي تخلصي شغلك وترجعي تاني وما يقولوش ان احنا اخرناك. يعني هتاخر على الديوان. خديها يا نعيمه بقى لبسيها. قدامي قدامي يا اللي تنشكي. احترمي نفسك، انت بتتكلمي بقى في بطايتنا. معلش. دي نجمه الموسى. معلش معلش. نعيمه دي قالت الحياه. معلش معلش. خساره. ايه؟ انت هتفضل ماشي ورانا زي ايه قطع؟ رجلي على رجلها، دي عهده في رقبتي. قطع. شوف الراجل قدامي عهده قدامي. قطع. تتجوزيني يا شابة يا اسمك ايه؟ انا اللي جاياك يا اسمك ايه؟ انا وحيد. ها؟ مش واخدة بالي، قلت ايه؟ اسمي وحيد واو حيد، وبنافس الاستاذ فريد. سمعتي عرضي للجواز؟ سمعت وموافقة عليه، لكن انا ليا شروط. وشروطي؟ ارفع ايديك. ارفع ايه؟ هتقتليني بس ليه؟ هقتل في تفكيرك حاجات ركبت غلط عشان تفوق يا اخ وتبطل عبط. اسود، دي مش جوازة، دي جنازة، وعزرائيل بيها هبط. انهضني قوم انسان جديد، اسمك سعيد. اسمي وحيد. اسمك سعيد انسان جديد، انسان طبيب، ايوه قاي بيسير العصر الجديد. انسان حياة مرتبة ووقت مش ضهر هذا، ومراته مش أرنبة البطن بتجيب كام وليد. أنا أرضى بك لم تشتغل، وأنا برضك أنزل أشتغل، ودخلنا يزيد من العمل، وأنت تواب عندك ناس تفيد.
طب والعيال؟ هنجيب عيال اتنين فقط، هاني ومنال، ومعتمد يتربوا في غاية الجمال من غير ما اعبقنا في زيت، يتعلموا احسن علم ويلبسوا لبس التمام، ويطلعوا قصر الكلام كاملين يفوتوا في الحديث ويعجزونا. فردونا ده الحب راح يبلغ مدى، لو كان شعرنا في الحياة أسرة صغيرة بتسعين. ستوب، برافو برافو، يلا بقى روحي عشان تلبسي لبس العروس عشان تلحقي تروحي، خلي نعيمة تلبسها بسرعة. هلا يا سيدي. ده زمن مهذب بقى، أنا ألبس حرامية وأرد سجون؟ بعد ما كنت بلبس شادية وفاتن حمامة وزهير رمزي، هي دول اللي فيها ايه يا اخواتي؟ اتنيل استني، مستعجل على ايه؟ وراك التشريفة؟ ناقص كام شط؟ شطة لما تاخدك عليها العوض السيمة واللي بيشتغلوا في السيمة. الله يسامحك. استني اللي تنشكي لما كسم الفستان عليك يا سجينة زندة. حاضر يا نعيمة. نعيمة؟ نعيمة حاف كده؟ متأسفة. حاضر يا نعيمة هانم. ايوه كده، عدلي كلامك وتعلمي الادب واعرفي انت بتكلمي مين. يا خريجة البوكس فورد انت كمان، ايه هتطشي كيس فلوسي؟ الله يسامحك. ما انا عارفاكي تسرقي الكحل من العين. لازم الواحد يعد صوابعه قبل ما تمشي من هنا يا بنت ارسين لوبين. خدي يا اختي، خدي عفاري وحصليني على البلاتو. بينا لما انزل سوا، انا قلبي نار الهوى، شعل الولد على مستوى، اني يلمس يقيد بينا ما تيجي بينا. بينا للمأذن سوا، ده قلبي نار الهوى، شعل يوب على مستوى، من يلمسه حالا يقيد بينا. ماما بينا. بينا للمأذن سوا، ده قلبي نار الهوى، شعل يوب على مستوى، من يلمسه حالا يقيد بينا. أحسنت رائعة فعلا. لحظة، تعالى يا زوبة اللي هو دي تخليها لما توصلي هناك، حكم انت ما كانتش من صلاح ربنا، خلي بالك من نفسك. مع السلامة يا زوبة، ما تتأخريش. أستاذ فرحات أفندم، أنا مش هغني في الفيلم بقى. أنت مصمم برضه؟ أوي. النيابة مش هتوافق. ما تاخديني امثل معاك يا بنت عزوبه، ان شاء الله بلومتنا. ده انا اعرف امثل دور فريد شوقي كويس قوي، اضرب واكسر واحد الدنيا. تعالى يا بنت منك لا احسن اخش انكد عليكم. نمت عليك يا حيطه، اهدي لو اشتغلت في السيمه تجيب دولاب. بابا حبيبي روح. لا بابا ولا ماما. انت حكيم من دومك وحكيش تعيش معايا يا بورسعيد. بامكان على احمد دايما تشتغل في يا بابا. انا بحاول اقل حياتي بالمزيكا. رجع شويه. مش زي مش هي حلوه روحي. يا بابا انا بحاول اقل حياتي بالمزيك وسعيده بالوانتي دي. طبعا ما هو الكلام الفارغ اللي في الحياه يسعده بنت مجنونه زي حياتك. بابا انا ما عملتش حاجه. ايه يا فكر؟ ايه يا فندم؟ ايه الاخبار؟ 10 دقايق والنسخة الأولى تطلع. كده؟ ألف مبروك. الله يعني الله يبارك فيك، يعني نصرف القسط؟ اصرفوا لي. ألف مبروك يا مرحبا بيك. الله يبارك فيك يا حبيبي. عظمة على عظمة على عظمة. كفاية عظمة واحدة لا تقف في زورك. لا يا أستاذ فرحان، فعلاً أنت أثبتت أنك مخرج الرواية فعلاً. الله يخليك. بس تعرف كان يبقى أحلى كتير لو عملت لي أغنية وحطيتها في الفيلم أو في الإشارة. في الإشارة؟ أيوة أنا أحب أغني في الإشارة، بس أنا خايف لا تتقفل عليك الإشارة. معلش اديني 10 تذاكر اتفرج اهو. فين؟ ما كانش يتعاد. طب معلش اديني 10 لبكرة. طب خد لمدة شهر يا أستاذ. أنت عاوز إيه يا أستاذ؟ عاوز 10 تذاكر، معايا 8 وتذكرة ب 3 جنيه. ب 50 قرش يا تجنيه يا راجل. بكرة مش هتلاقيها ب 5 جنيه يا أستاذ. طب معلش عشان خاطر ادات لي 10. خد ال 8 دول واجيب لك 2 من 1 سنين. أنا عاوز أعرف إيه اللي غلى التذاكر بالشكل ده؟ البطلة دي معجزة يا أستاذ.
ناس الحب 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 يا ناس الحب الحب أجمل أحساس في الدنيا الحب أنا ما أتصورش إن أقدر أعيش من غير الحب كده زي الطير اللي مالوش ريش من غير الحب مهما تصورش ان اقدر اعيش من غير الحب كده زي الطير اللي مالوش ريش من غير الحب والحب الحب يا عيني عالحب الحب الحب يا عيني عالحب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام البت دي خام يا سلام عقلها متشبع بالافلام اللي بتدور حوالين الحب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام البت دي خام يا سلام عقلها متشبع بالافلام اللي بتدور حوالين الحب مش عايشه الواقع والتزامات الالتزامات بالضروريات صحصح يا بنيه من الروايات انتي ما وراكيش غير الحب 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 عشان يصبح ملموس في العصر ده هو محتاج لفلوس اللقمة الأول والملموس بعدين في الآخر يجي الحب الحب ساعتي ما كفاية ازاي خدوا بالكم وياي خدوا بالكم وياي لو في اتنين بيحبوا بعض حيعيشوا في أي مكان على الأرض ويكافحوا مسال مع بعضين ويحققوا كل أمانيهم ويقيموا من العشة سرايا سرايا الحب ده عملة ما نضمنهاش والبنك كمان ما بيصرفهاش أبي حد بيد أهلي ببلاش ده بيدفع دم القلب وكاش اسكتي اسكتي ما تفكرناش بالحب ووجع الجيب والقلب فيها حاجة ببلاش قلبي ببلاش وغلط في غلط مية المية ردلي من فضلك على دايا من غير تهوي في حد جاك يشبع من حب لا 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 ما فيه او في عطشان يرتوي من الحب لا برضو ما فيه او في عريان يتكتم الحب ازاي ما تجيش تزرق والحب الواحد زرق وسدح من قلق والبص مع اللي يحبه خروف مين قال كده مين بقى مش مكسوب ولا شاش في ايده المصروف كان غاوي فقر المأسوف على شبابه وباسم الحب بقى يعني حنفضل مختلفين كده برضو حنفضل مختلفين اصل احنا على الهوى متفقين لو يبقى اساس ثابت وما بين العاشقين اصل احنا على الهوى
وحقيقة أي خيال كده بيصحيني اكتمل الحب. ما معقول العظمه دي كلها في السجن؟ فكره تخرج من طلع الارض حريم. على رايك ما طلع دلوقتي من السجن هو الطريق للشهره والمجد. فليحيا الحب الحب فليحيا الحب فليحيا الحب الحب فليحيا الحب بنستضيف المخرج العظيم الأستاذ فرحات درويش اللي قدم لنا هذه الموهبة الجديدة، وإحنا دلوقتي هنسأله عن المفارقات اللي حصلت في هذا الموضوع. أهلا بك يا أستاذ فرحات. أهلا بك يا فندم. بيقولوا إن وراء كل رجل عظيم امرأة، يا ترى المثل ده بينطبق عليك في الفيلم العظيم اللي انت قدمته لنا؟ هو في الحقيقة يعني المثل ده ممكن بالنسبة لنا يتقال بشكل تاني، يعني بدل وراء كل رجل عظيم امرأة يتقال وراء كل فيلم عظيم حرامية. هي فعلا عندها حق وطلعت صادقة في كلامها والفيلم كسر الدنيا. ما هي دي المصيبة، انها مش حرام واحدة زي دي بعد النجاح الكبير اللي حققته ده تفضل برضو مسجونة. ادي الله وادي حكمته، ومن وجهة نظر القانون هي مجرمة فلازم تاخد جزاها. تفتكر بعد ما هتخرج من السجن هتقدر تشق طريقها في مجال الفن، ولا السابقة دي هتكون حائل بينها وبين الطريق الشريف زي ما بيحصل دايما؟ والله يعني الوضع هنا يختلف خالص. انا مش عارف اقولك ايه، في منتجين كتير وموزعين كتير سايبين لعقود ممضية على بياض، الشرط الوحيد ان هي تكون البطلة. طيب يعني هي ممكن تعترض على كده؟ والله يا انا رايح لها زياره يوم الجمعه وهشوف رايها ايه. سيداتي سادتي، طبعا كلنا عارفين ان زوبا النجمه السينمائيه الجديده هي النزيله رقم 13 بسجن النساء في القناطر الخيريه، وانها بالرغم من النجاح العظيم اللي حققته ما زالت مسجونه بتقضي مده العقوبه على الجريمه اللي ارتكبتها. لكن يا ترى مش كان احسن لها انها ما تغلطش وتفكر 100 مره قبل ما ترتكب هذه الجريمه؟ على كل حال احنا هنحاول نلتقي بها ونعرف رأيها في هذا الموضوع. شكرا لكم والى اللقاء مع تحيات احلام شلبي. ايه ده كله؟ الجوابات اللي جت النزيلة رقم 13 زوبة. شايفين او كل يوم بالشكل ده الجوابات اللي جاية من المعجبين بزوبة. الناس يصر انها جننت، ملهمش حديث غيرها. اللي بعد يقول لها انه عاوز يتجوزها ومستني خروجها من السجن على احر من الجمر، واللي بعد يقول لها انه عاوز يتنازل عن كل ثروته على اساس انها توافق على الجواز منه. على كل حال هي تستاهل كل خير لانها انسانه موهوبه فعلا. ادخل. تمام يا فندم. تعالى يا زوبة، الاستاذ فرحات والاستاذ شريف جايين يباركولك على نجاحك في الفيلم. انا ما عملتش حاجه، الفضل كله للاستاذ فرحات. وده اسمه كلام يا زوبه؟ ولا بعرف اغني ولا ارقص ولا امثل، ده الجمهور كله منتظر لحظه خروجك عشان يهنيك على العمل الرائع المبهر اللي انت عملتيه. لا فعلا يا زوبه، الوقت اقدر اقول لك الف مبروك. مبروك على ايه؟ على اني سرقتك؟ بالعكس، مبروك على انك اديتيني اهم درس في حياتي. انت طبعا عشت معايا وعارفه ان انا كنت فاهم الحياه اكل ومرعى وتلج يا زوبة، لغاية ما خدت الفلوس وحسيت ساعتها بقيمة العمل واشتغلت، وفعلا ربنا وفقني والفيلم نجح، وكل ده الفضل يرجع لي فيه يا زوبة. انا متشكر متشكر قوي يا زوبة. على سلامتك يا زوبة. الله يسلمك يا سيدي. سيبني، ده انت سبت الكل والعالم كله منتظرك بره، يلا بينا. بينا على فين؟ لا كفايه يا سيدي المشاكل اللي سببتها لك، احسن الست تنكد عليك تاني. سلام عليكم. زوبة حبيبتي، الحمد لله على السلامه. اخروك ليه؟ ده من 6 الصبح وانا واقف مستني.
يلا يا روحي يلا بينا. على فين؟ ما كانش يتعايز يا ابن الاكابر، انا ما انفعكش، انت عايز واحده من طوبك وانا حيلا بنت خدامه اروح للي محتاج خدمتي عن اذنك. انا بحبك يا زوبه. وانا ما اطلقش. معقوله سعاد حسني تقول لي كده ونادية لطفي وشادية ونبيلة السيد؟ أنا مش نجم شباك، أنا نجم بدرون. أهلا أهلا زوبة، الحمد لله على السلامة. أنا متأسفة يا سعادة البيت، بس الحمد لله فلوسك رجعت لك وفيهم مكسب كمان. المهم تخلي بالك من صحتك وتبطل اللي بالي بالك. على شرط تقبلي تتجوزي. كان بودي يا شريف بيه، لكن أنا خلاص قررت التوبة، لو عملت كده هبقى حرامية وسرقت قلب الأستاذ وحيد. زوبة استنى، اوه حد يتحرك من مكانه، كل واحد يشوف الفلوس اللي في جيبه. انا ما خدتش حاجه وزي ما انتوا شايفين انا مش حراميه. بتاعت الفلوس وحيد.